اللجان سبع لجان هن يعتبرون اللجان الاولى، اللجان القويه، اللجان اللي هن يديرن العمل، يعني اللي هي اللجنه الماليه، النزاهه، الامن والدفاع، الدفاع، الاستثمار، الغاز، الطاقه. نعم. هن ذني في سبع لجان، الاي اللي هن عليهن الصراحه حتى نكون صريحين. بالبدايه كان اكو فد نوع من التوزيع، خلينا نسميه منصف، يعني بالبدايه توزع، تعرف هي اللجان توزع على المكونات. كان المكون الشيعي له 50+1، والمكونات الاخرى اللي توزع بين المكون السني والكردي والأقليات، وكان توزيع معقول يعني مقنع. وبنفس المكونات أكو كان توزيع للمستقلين، ولمثلا لدولة القانون للإطار، وفي وقتها في الكتلة الصدرية. من إجى هذا التعويض صار تغيير، صارت تغيرت المعادلة، حلت اللجان، يعني حلت اللجان، صارت جلسة وصار بها قرار وتصويت، وحلت جميع اللجان. طيب. ورجع من جديد تصويت على اللجان، هذه المرة النظام الداخلي بالبرلمان صار التصويت مو مثل الدورات السابقة، أنه هاي اللجنة مثلا لجنة الطاقة أو لجنة مثلا المالية، كان تصويت واحد كل هاي المجموعة اللي هم مثلا 19 أو 21 أو 23 نائب. هذا مخالف النظام الداخلي، هذا غيروه احنا بالجلسات الاولى، لا بالجلسات الاولى صار عليه تصويت، فتغير النظام الداخلي، صار كل نائب يصوت عليه. مو هل اقول مخالف؟ ايه حضرتك تقول صوتوا على اللجنه دفعه واحده. صوتنا عليه بالجلسات الاولى مجلس النواب، يعني العام الماضي بدايه هذا صار تصويت على تغيير هذا النظام الداخلي، انه كل نائب يصوت عليه. فالان شلون صوتوا؟ رجعوا نفس العمليه، صوتنا واحد 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 واحد. نعم. واحد واحد. طيب. كل مثلا لجنة الأمن والدفاع نائب فلان 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 وتصويت، يعني قصدك الحل حل اللجان صار بالاستناد لمراعاة النظام الداخلي. نعم.